ثمانية ضوابط يجب الالتزام بها لمن أراد الإعلان عن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. من المعروف أن الإعلان صار فنا قائما بذاته، له طرقه ووسائله المتقدمة والمتعددة، سواء كانت هذه الإعلانات تقدم من خلال وسائل مسموعة أو مرئية على شاشات التلفزة أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، لأنها تعرف الناس على أنواع السلع والبضائع والخدمات وأماكن تواجدها وكيفية الاستفادة منها. لذلك فعمل الإعلانات التجارية الترويجية جائزة ومشروعة بثمانية ضوابط وضعها الفقهاء. يجب على من يرغب في العمل في الإعلان أن يلتزم بهذه الضوابط الثمانية حتى يكون إعلانه مشروعا. الضابط الأول أن يكون الإعلان سالما وخاليا من المحظورات الشرعية، فلا يجوز الإعلان عن السلع المحرمة كالخمور والمخدرات وأعمال الربا ونوادي القمار. الضابط الثاني ألا يستخدم في الإعلان وسائل محرمة كظهور نساء عاريات في الإعلان أو أناس يشربون الخمور أو أي وسائل محرمة. الضابط الثالث أن يكون الإعلان صادقا في التعبير عن حقيقة السلعة، لأننا نلاحظ أن كثيرا من الإعلانات التجارية فيها مبالغة واضحة في وصف السلع، وغالبا ما تكون هذه الأوصاف كاذبة وغير حقيقية، ويعرف صدق هذا الكلام بالتجربة، حيث إن الإعلان الكاذب عن السلع والذي يظهرها على غير حقيقتها يعتبر تغريرا وغشا وخداعا، وكل ذلك محرم شرعا ويؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وهو ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن غشنا فليس منا. فيدخل ضمن الغش والخداع أن يذكر في الإعلان أوصاف للسلعة لا تكون فيها حقيقة. الضابط الرابع ألا يترتب على الإعلان عن السلعة إلحاق الضرر بسلع الناس الآخرين، كأن ينتقص الأصناف المشابهة لصرف الناس عنها وإقبالهم على سلعته، لأن هذا من الضرر الممنوع شرعا، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى ألا ضرر ولا ضرار، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: من ضار أضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه. الضابط الخامس عدم استغلال التشابه في الاسم التجاري أو العلامة التجارية من أجل التغرير بالمستهلكين وإيهامهم بأن سلعته مماثلة لتلك السلع المشهورة والمعروفة. الضابط السادس أن يظهر جميع عيوب المبيع ولا يكتم منها شيئا، فذلك واجب، فإن أخفى شيئا من العيوب كان ظالما غاشا، والغش حرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. الضابط السابع ألا يكتم من مقدار السلعة شيئا، وذلك بتعديل الميزان والمكيال والاحتياط في ذلك، لقول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الضابط الثامن أن يصدق في بيان سعر السلعة في الوقت الحالي ولا يخفي منه شيئا، فليس له أن يغتنم فرصة غفلة صاحب المتاع ويخفي من البائع غلاء السعر أو من المشتري تراجع الأسعار، فإن فعل ذلك كان ظالما تاركا للعدل. فهذه ثمانية ضوابط يجب الالتزام بها لمن أراد الإعلان عن سلعة أو منتج. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. على خير نترككم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.